في الحقيقة أنا عندي اقتراح. أنا راجل سياسي ولا عندي كلام ليلة. أنا بقترح اقتراح للسيد الرئيس شخصيا طوالي مجلس السيادة، إنه يجيبوا إلى رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس للوزراء، ويحلوا المشكلة الحاصلة دي، يسلموا القصة دي عشان هو ممكن يكون حكومته وزول منسق فيه وزول كويس وزول يكون مشكلة الشرق ذاتها اتحلت، ونحن ذاتنا ما دارين أكثر من كده. فبدل الناس تقدروا ما تعمل يفتكروك انك ما عملت اي حاجة. فاحنا والله ما دلنا نعمل حساسيات والخلاص فترنا وتعبنا جدا جدا. واتمنى ان شاء الله ربنا يوفق الناس كلهم. شكرا جزيلا.